شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير. صباح النور الإخوان. والله الإخوانين الحمد لله ونشكره الحمد لله. صباح النور. الشمس ما شاء الله، الأجواء كل شيء ناضي، كل شيء ناضي. كنت باغي ناخذ فقط يعني ناخذ من عندكم دقائق معدودة. كاين واحد الموضوع مهم جدا، مع دابا راكم عارفين دي كونفينمون اغلبية تاع الناس رجعوا للحياة اليومية ديالهم، و كنت باغي ننصح الناس اللي عزاز عليا من بعد 3 شهور واقيلا هادي ولا اكثر ديال يعني كنت باغي فقط نحضر واحد العدد من الاخوان، سيرتو الناس اللي عزاز عليا وباغيين هذا، الناس ضراف وهذا، وياكم راه داك دي كونفينمون بحال الا جاب لينا الله واحد العدد من الاشخاص اللي كان عندهم مشكل في يعني في الاصدقاء في في, في هذا في ديزابيتود اللي هما خايبين، بحال دابا لانك ما تمشي تبدا جالس في القهوه النهار كامل جر مع هذا، كتشوف النهار ديالك النهار كامل وانت كدور وما درتي فيه والو. يعني وياك انك تصيد وترجع لهاد العادات هادو، وياك ترجع من هاد العادات هادو. علاش؟ لان الان جاب لك الله الظروف انك انقطعتي على العائله، انقطعتي على كل شيء. دابا حاليا غادي تستافد من داك الشيء اللي كنتي مولفهم ولفوا بلي 3 شهور، ما كنقولش لك تنقطع، ولكن ان داك التباعد الاجتماعي خلى بحال دابا صحابك اللي كنتي دائما كنتي كتشوفو يوميا هاد الفتره هادي خلات انك ما تشوفوش يوميا و 3 شهور ما تشوفوش. غتمشي لاباس بخير، هذا خويا الله يجازيك بخير، لا عندي شي حاجه وراك عارفو الدم اللي جالس في الدار وشي حاجه، عندي واحد الحاجه خصك تقضيها وراك صافي لونطون هادي ما خرجناش وعندي امور هذا اهرب. نتو كيفاش؟ يعني هذه هي الفرصه ديالك في الحياه اليوم انك تستفيد منها، ما استفدتيش من هذه الفرصه ديال التغيير هزك لبا. لان علاش احنا عارفين بلي ان كان صعيب ان لما كتكون مع ولد عمتك ولا كتكون مع ولد جيرانكم ولا صحابك من المدرسه صعيب انك تهرب عليهم وتبدل لهم تقول لهم كنا كنتشوفوا وقيلا خصنا ندخل من جهه اخرى. يعني كان صعب انك تاخذوا قهوه يحن الله نشربوا قهوه من بعد يحن الله ياك فهمتوا القضيه كي دايره. يعني هذه فرصه كبيره انك تصور دابا انت من نهار كمثال كتمشي كتشوف الاخوان ديالك وتقول لهم ودي اجي راه ما نقدرش نشوف انا لونجي سو بلاص يعني انا لونجي سو بلاص نحط هذا غير هكا نخلص. دونك فاش كيكون اش كنسميو نو دونك لان راكم عارفين ما كاينش شي واحد دابا حاليا اللي غيمشي يجلس مع صحابو ولا شي حاجه يقول لهم ما غاديش. حتى حاولوا انكم تخليوا العلاقات ديالكم زوينين مع الناس، ماشي بالضروره تقهر الانسان ولا تبدل تلعب فيها انت وهو ما نعرفش. يعني شنو غادي دير انت؟ حاول انك دير العلاقات ديالك والتغيير ديالك ديرو بالعقل، اي حاجه كديرها ديرها بالعقل بلا ما يعني بلا ما ديرونجي الناس ولا تبرص ولا تقهرهم ولا شي حاجه. حاولوا انكم بالتي هي احسن غادي تلقى مع عباد الله تقول لهم ودي شوف الشريف شويه حتى كتهرب بالعقل.
وتخلي العلاقه ديالك مع الناس زوينه وجيرانك وصحابك وهذا النهار تبغى يتلقى النهار يبغاك يلقاك، ولكن حاولوا انكم تفكروا المستقبل ديالكم وتفكروا بطريقه اللي انت كتسلكك، وراه هادشي هذا راه ممكن يكون في داركم، يعني يقدر يكون عندك ولد عمك، يقدر يكون عندك اخوك، انت اخوك كمثال هو ما بغاش يغير ولا ما بغاش يدير ولا عنده خدمته ولا تلقاه كيدير شي حاجه اخرى اللي انت ما مسلكاكش وانت كتضيع الوقت، فهمتي كيفاش؟ يقدر يكون اخوك كبير، يقدر يكون باك، يقدر يكون باك هو عنده ظروف كمثال كيمشي بغاك تعاونو ولا عنده شي محل ولا شي حاجه وما مقتنعش بداكشي اللي كدير انت وهذا ويوميا وما كدير والو، هذا حاول غير بالتي هي احسن، ما تقهروا ما والو، وبدات تسلت شويه بشويه شويه بشويه تتلقى الحل لراسك، يعني تسلت بطريقه يولفوها ولا حاول انك تهضر معاهم تجلس معاهم تقول لهم ودي شوف اعطوني واحد الفتره، اعطوني قد وقد شهرين ثلاث شهور غادي نوريكم شنو كندير وهذا وفهمهم وهذه حاول، لان راه مش سهله دابا حاليا انك تقول كمثال الاب ولا الام نهار كامل انت تقول لهم انا راه جالس في الدار وغادي نربح الفلوس ولا غادي نخدي الخدمه، راكم عارفين علاش، لان ثقافه ماشي بسيطه، ماشي اي واحد، راه دابا كاين واحد العدد ديال الناس ماشي اي واحد غير غادي تعطي هذه الفكره هذه وغادي تقبلها، فهمتوا القضيه كيفاش؟ دونك هذا هو هذه هي الفكره المهمه جدا، يعني بعد هذا الشيء اللي وقع وحاول انك تقاردي دوك لي زابيتود، فاش كان الانسان جالس في الدار كان كيمشي كيقرا شويه كان كيتفرج في معلومات اللي كتفيدو وكان باغي عنده حط واحد التارجيت، حاليا خصو يبقى هو بالك خص الدوبلو، علاش؟ لان الان عندك امكانيه انك تخرج، عندك الامكانيه تمشي تبحث، عندك واحد الجمعه من العشيه تمشي تجلس مع الناس اللي تستافد منهم وتستشر معاهم، وهي غدا بسم الله هضره يديا اللي منيه نبدا نقولها ديما في لي لايف باش ما يجيش شي قمقوم يقول لك عاود ثاني راه شرب برجليك راه كتشرب باليسريه، حيت حنا راكم عارفين حاضينها الاخوه الخاوي، دونك نتمنى الاخوان تكون الفكره وصلات. بالنسبه للدراري راه كاين واحد العدد ديال الدراري مساكن غادي يدوزوا الباك، نتمنى الاخوان انكم توفيق للجميع ان شاء الله، الا كاين شي سؤال ولا شي حاجه ناخذوه. الله يعطيكم الصحه خويا، كنت كنظن بان صراحه كنت كنظن بان الناس غادي تتاقلم مع الوضع، ولكن الناس تغيروا لي زابيتود ديالهم كمثال، انتم شفتوا القهوه اللي كنت كنجلس فيها، حاليا حيدوا الكراسي بزاف، نقصوا كامل داكشي جمعوا معنا، يلا كاينين شي ثلاثه د الناس الوغ كو في الصباح نورمالمون الاوقات العاديه ما تلقاش بلاصتك، يعني قليل كتجي كتسنى كتلقى، هنا كيبان لك بان الناس كيديروا سوا لونبورتي سوا ما كي سوا ما بقاوش كيجلسوا في القهاوي. انا راه ماشي فاش كنقول لكم ما تمشيش يعني تبدل لي زابيتود، راه ما كنهضرش على ان القهوه في حد ذاتها، القهوه راه غتمشي تجلس فيها وتخدم، الا غادي كتابك ولا غادي دير البيسي ديالك وتقهوى ولا تجلس مع الناس اللي انت غتستافد معاهم في القهوه وانتم كدارسوا شي حاجه ولا كمثال غتخدموا، راه بالعكس سير بدل. انا كنهضر فاش كنهضر على لي زابيتود الخايبين هي كمثال انا نمشي نجلس في القهوه لمده 4 سوايع 5 سوايع كدوز عليه الوقت ولا نقابل شي ماتش ولا شي لعبه، وفي الاخر كندخل للدار منها عيان منها النهار داز منها كارا عرفتي شنو كيوقع دابا حاليا الناس تعرفوا القضيه، لان هادشي راه في واحد النسبه كبيره ديال لا بسيكولوجي، اشنا هي؟ بان كل ما خدمتي شوف هاد المعادله هادي راه خصك تكون عارفينها، كل ما زدتي كتخدم كل ما درتي الخدمه كل ما انت كتعطيك اكثر كتزيد كتموتيفا،
ولما كتروبورتي كتقول اه اليوم ما غاديش نخدم، اليوم ما غندير والو حتى الغدا حتى بعد الغدا حتى هادي، وانا كنزيد كلما كتخلي الخدمه من بعد وما كدير والو كلما كتفشل. عرفتي دوك صحاب الامتحانات فاش كتخلي المراجعه كتقول اه باقي 15 يوم غادي نبدا هادي، غادي نبدا بهادي بهادي هادي، غنلقى راسي درت هادي وصافي، هي هادي اللي كتوقع لك دابا حاليا. يعني كل ما درتي لي شوز على افونس حتى ما يكونش عليك الضغط، كل ما لقيتي راسك انك غادي دير شي نتيجه، كل ما خليتيها وما كتافونسيش راه غتلقى راسك السلام خويا منين يمكن نجيبو الفيديو ديال الادس؟ خويا تجيبو منين بغي، فين لقيتيه؟ جيبو منين لقيتيه؟ شوف فين غتلقاه وجيبو. ندير لك الجواب ديال السؤال كيما قالو الاخر، السؤال الا كان شي سؤال ماشي في بلاصتو خصنا نعطيو شي جواب اللي ما فيش. هاد الاخ قال لك اللي سول على الفيديو ديال الادز فيفر، كاين اللي يخدموا لك. واحد العدد ديال 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 الناس، وهذا راه مشكل كبير، ما عندهمش لوتوماتيك ديال لا روشيرش. يعني ما نعرف، يقدر تكون مشكل تربوي ولا غير ذلك، بمعنى ان هكا تربينا بان ما نعتمدوش على نفوسنا. الانسان في المدرسه واحد انت هادي ونحفظ هادي، في الامتحانات النقيل اي صعب صعب. يعني فاش كتشوف، فاش كنتي كتمشي للمدرسه وكتشوف الطريقه باش الناس الاساتذه كيلقيوك الدروس، تحفظ دير التمارين وتعتمد على راسك، واجي انت هنا كيكونوا حاضيننا وهذه، كتقولوش بحال الا كارهك. هو ماشي كارهك، هو راه غير كيوجدك للواقع والحياه باش تنجح. دابا حاليا الناس اللي كدوز الباك ولا لافاك ولا هادوك الناس راه ماشي مبغوكش، راه يعطيك كاع الاسئله ودبر راسك وكتبهم، ولكن راه كيوجدك للحياه. لان لما كتعتمد على راسك بحال دابا كتمشي لافاك، انت كيقول لك راه خصك دير شي بحث على موضوع معين، وغتكتب ليا سيدي بحث، وغادي تامبريمي وديرو كتاب وهادي وهادي، وغادي ندرسو وغنسولوك عليه. راه المعلم راه ماشي حيت كارهك، لا، حيت كيوجدك للحياه. وانت دابا انت اول شيء غتمشي غتبغي تستثمر، تقلب على المحل، واش تقول الناس لقاو لي المحل؟ راه خص انت تعرف لي كريتير فين غتقلب، كيفاش غادي دير لك، راه تسول على راسك، تكون عندك الامكانيات اقل امكانيات لي ابسطها باش انك تكون عارف بعدا واش المحل خدام لك ولا ما خدامش لك. هذه الاولى. نفس الشيء غدير استثمار، انت غتمشي دير سميتو، يعني كتعتمد على راسك، كدير اي حاجه، كتولي المدرسه راه كتوجدك على اساس المفروض انها توجدك على اساس انك تكون اوتونوم. يعني اي حاجه عطيناها لك تكون انت قاد على اساس انك توكل على راسك وتخدم. هو للاسف ما حنا قرينا بالعصا والفلقه ونسبه كبيره هاد الناس دابا الجداد راه مابقاش عندهم هاد الشيء هذا، ولكن دوك القدام راه قراو بهاد المعلم، هو ما نعرف فرعون هو هادي. يعني ما كانش حتى الدبلوماسية حتى لابيداغوجي ما كانش صراحة، ربما كان العلم وكانت كان المستوى وداك الشيء، وسورتو الرياضيات الفرنسية يعني المواد العلمية، ولكن أنا ما ماشي مع داك الضرب. دابا كنظن بلي انا مبقاش داكشي، يعني ما نسمعت مازال قليل، ربما قليل فاش كتلقى شي معلم ولا شي واحد ضرب داكشي، ولكن في الناس اللي قراو قبل منا وحتى حنا، يعني جاو الناس اغلبيه كانوا عندهم
يعني كانوا سي دي ستاندار انك تاكل العصان ديال المعلم حاجه طبيعيه. داكور الاخوان، دونك الان الى بغينا نلخصوا هذا الشيء، هذا هو ان حاول داك الشيء اللي استفدتي ولا اللي حرتي دابا في هذه الايامات هذه ما تكوش اليوم. واش شفتي الروبورتاج اللي داز على دروب شيبين في تي اف 1 خويا؟ لا ما شفتوش. قليل الاستاذ الكريم فاش كنتفرج في التلفزيون ولا بحال هكا، ما سورتو اصلا تي اف 1 كاع ما نظنش كاع واش عندي انا تي اف 1. الا كاين في الانترنت غادي نقدر نشوف. بسم الله. الا كاين في اليوتيوب يقدر نشوفو. دونك الاخوان نفتح باب ديال الاسئله، الا كان شي سؤال، الا ما كاينش غادي سنقف هنا. الله يهدينا باش ما نطولوش. دعيو معنا نجيبو هاد الوقت خويا. الله يوفقكم اسيدي، الله ييسر. شوف افضل الدعاء هو ديال والديك والخدمه. السلام خويا محمد، دي زانفورماسيون على المارشي فرانكوفون. واش شي كورس نخلص؟ باغي نتعلم التجاره الالكترونيه حاليا، مقيم بامريكا، واحسن حاجه هو التجاره هنايا. خويا ما تحتاجش الكورس حاليا، ما تحتاجش الكورس اللي هو مخلص. غتمشي تاكد بعدا بلي داك المجال كيهمك خصها فونسي فيه مزيان، عاد تبدا تخلص لي كور. يعني الا بغيتي شي حاجه غتمشي لأوديمي، أوديمي فيها جميع الحاجه اللي تحتاجها حاليا حتى تفوت داك النيفو تتفوتو. عاد ديك الساعه خصك تبدا تشري لي كورس، تشري الكتوبه، يعني ديفلوبي راسك اكثر من النيفو اللي عندك حاليا. داكور، كاين نسبه كبيره ديال الناس كيمشي كيتلاح لشي دومين هو اصلا ما يقدر كاع، ما عنده لي كاباسيتي. حتى ما نقدرش نقول لك سير شري الكورس دابا، ما عارفش انا يعني انا ما عارفش المستوى ديالك. راه كاين اللي ما غاديش يتفروا، هادشي اللي كنقول لكم راه واقعي. كاين الناس اللي ما مديورينش لهاد المهنه هذا، كاينين الناس اللي انا كمثال ما مديورش نخدم كموظف، كاين واحد العدد. انا دابا كمثال تديني لشي وظيفه وتحطني ما نخدمش، ما نخدمش ما غاديش ندير نتيجه، لا يمكن انني ندير نتيجه. يعني كل واحد وكيفاش كي 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 كيخدم وكيفاش هو داير في افضل كتاب لتحسين العقليه. كاينين الفيديوهات في اليوتيوب اخويا ديال المايند سيت في اليوتيوب، وفي القناه انا حطيت مجموعه من الكتب وكنبارطاجي دائما في انستغرام مره شي كتاب اللي انا كاينين طلع الكتب. داكور الاخوان، دونك الى هنا ناتي الى نهايه هاد الحصه هذه ان شاء الله. الى غادي نلخصها ان المسائل اللي نتوما ولفتوها في هاد الحجر هذا، بمعنى ان حاولوا انكم تكون هذه هي الفرصه. هذا الحجر الصحي اللي جابو الله، ما كان حتى شي واحد كيتصور بلي غادي نعيشوا هذه الفتره هذه وغادي نشوفوا هذه بالطريقه هذه. واي واحد فيكم كنت قلت له بان يعني غير لمده اشهر، دابا غير في جونفي اللي غيجي واحد النهار ما كاينش شي واحد اللي غادي يخرج من دارهم، غادي يقول لك ما يمكنش هذه القضيه هذه تسطي هذه، فهمتي؟ لهذا هذه فرصه كبيره على اساس انه يستغلها الانسان، وغادي يحاول ان يقطع داك الخيط اللي كيربطو مع ناس اخرين واللي هما سوا كيضيعوا له. ماشي بالضروره الاخوان كيضيعوا لك وقتك، لان فاش كتلاقى مع الدراري صحابك وكتمشيو تلعبوا كره وداكشي راه ماشي ما كيضيعوش لك وقتك. راه كل واحد عنده الدور ديالو في الحياه. كاينين الناس اللي كتستافد معاهم في الكره،
وكتلقاه هو موظف غيمشي يعطي ولا تلقاه استاذ هو غيمشي يعطي في المهنه ديالو وانت خصك تمشي تخدم في المهنه ديالك. كتلقى واحد السيد اخر راه في الحومه عندكم كتجلس معاه ولا عند الحلاق حتى هو حلاق خدام وانت كتمشي ممكن تستافد منه تجلس معاه بيناتكم علاقه صداقه جوج دقائق ثلاث دقائق. الصعب في هذا الشيء كامل هو الا انت غير كدور حياه كلها انت كدور ياك حياه كلها انت كدور كتعيش مع الناس الاخرين الحياه ديالهم وانت ما عندكش حياه. هذا هو المشكل. يعني الا كان كيجيب بك الحلاق من الصباح من الحداش حتى العشيه حتى كيسد كيجيب بك انت الوقت واحد شويه كتجلس مع دوك صحاب العساس ديال الدرب اللي غادي يسهر واحد شويه الغدا جالس مع واحد اخر. هذا هو المشكل. اما الا كنتي داير وقتك انت هاد الناس هادو راه من الضروري خصك تعيش معاهم وتخدم معاهم وتشوفهم وتلاقى معاهم حاجه اللي هي طبيعيه الاخوان. الله دونك هذه هي الفكره. حاولوا انكم تقنوا تستغلوا المسائل ديالكم والوقت ديالكم والظروف ديالكم والحياه ديالكم وتدوزوا الوقت مع وليداتكم وتدوزوا الوقت مع والديكم والله يوفق والله يسر. انا غادي نخليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.